FM. العملية انطلقت نتيجة عملية استخباراتية قامت بها الإدارة الفرعية لمجابهة الإرهاب للحرس الوطني بعد معلومات وصلت لها حول تواجد مجموعة إرهابية في أحد المنازل، وقع محاصرة المنزل والقيام بالعملية اللي أدت إلى مقتل 7 عناصر إرهابية، وقع التعرف تقريبا على 5 عناصر إلى حد هذه لحد الندوة الصحفية، ومازال جاري التعرف على 2 عناصر أخرى. أدت إلى استشهاد بطل الحرس الوطني الوكيل عاطف الجبري وإصابة 2 أعوان، عون ينتمي إلى الوحدة المختصة للحرس الوطني وعون ينتمي إلى الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب تابع لدار عامة لوحدات التدخل. العملية تقريبا دامت حوالي 20 ساعة، قريب باش نحصلوا معناها يوم كامل. بدأت حوالي الساعة ماضي 3 وفات اليوم حوالي تقريبا الساعة 1 بعد الزوال. هناك صعوبة في الدخول أو في الخروج إلى المنزل الذي تم فيه العملية لكثرة الأسلاك الكهربائية ولكثرة التفخيخ. أنتم شاهدتم ذلك بعاء بلاستيكي إضافة إلى الصندوق الأسود الذي شاهدتموه الشديد، هنالك بعاء بلاستيكي به العديد من به شحنة كبيرة من المتفجرات، مما حال دون سهولة التنقل أثناء التصوير. دخلنا في مفاوضات مع المجموعة الإرهابية للقبض عليها أحياء. بالنسبة للعمليات الخاصة دي كما تعلموا فيها مفاوضات تتم مع العناصر الإرهابية لإجبارها على الاستسلام، هذا يكون في مرحلة أولى. حاولنا وحاولت الوحدات بتاع الحرس الوطني إجبار المجموعة على الاستسلام إلا أنهم رفضوا، وصبرنا معهم طوال الليل، وكان كل مرة عنصر إرهابي يخرج بحزام ناسف ويحاول أنه يفجر نفسه على الوحدات نتاع الحرس الوطني والفوج الوطني لمكافحة الإرهاب. كان يحاول أنه يخرج باش يقوم بعملية تفجيرية معناها يرمي روحه على العوان، وهذا صار تقريبا المرة الأولى على الساعة في أول الليل، ومرة أخرى على الساعة 4 صباحا. مرتين كل عنصر إرهابي يخرج ويحاول أنه باش يفجر روحه، وكانت الوحدات نتاع الحرس الوطني والفوج الوطني لمكافحة الإرهاب يتعاملوا مع المجموعة، ومما أدى في الأخير إلى مقتل جميع عناصر المجموعة الإرهابية. زاد فما معلومة أخرى أنه معناه فما عنصر إرهابي آخر تحصن بأحد هنا موجود في صورة بأحد المنازل، معناه فما منزل تحصنوا به 6 عناصر إرهابية ومنزل مجاور تحصن به عنصر إرهابي قاعد تعامل معاه من قبل الفوج الوطني، هذا العنصر 7 الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب، وتم القضاء عليه بالرغم من المفاوضات حول إجباره حي. معناه جميع عناصر المجموعة صبرنا عليهم، حاولنا أنه نقبض عليهم أحياء، وعنا معناه كان كل شيء موثق، صبرنا حاولنا أنه نشدوهم، لكن كان فما تعنت كبير ومعناه كان فما مقاومة كبيرة، ومما أدى إلى التدخل بكل قوة وتم القضاء على كل عناصر المجموعة الإرهابية. فما 3 من عناصر المجموعة دي عملوا في المدة الأخيرة بالنسبة للشعب بيتسلوا، كان معاهم معناها شكون اللي عنده سلاح كشف سلاح عفوا سلاح شتايل اللي هو كان موجود. تشوفوا زاد كمية كبيرة من تي ان تي 600 كيلو غرام من تي ان تي. شوف معناها العباد هذي فاش هي تخطط 600 كيلو غرام من تي ان تي، كي تتفجر تعمل ريون 2 كيلو متر، معناها تفجر على 1 كيلو متر، تفجر تضر على 1 كيلو متر. شوف معناها الكمية الكبيرة اللي موجودة عند العناصر هذيا. أنا نحب نعطي تحية كبيرة إلى كل الوحدات الأمنية، إلى كل قوات الأمن الداخلي على هذه على إنجاح هذه العملية، خاصة الوحدات الخاصة اللي قضت ليلة صعيبة البارح واللي خدمة رهيبة جدا، سواء الوحدة نعاود نذكرهم الوحدة الوطنية الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب، وإلا الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب، بالطبيعة الوحدات نتاع التدخل السريع، الوحدات نتاع التدخل، وحدات التدخل تاع الحرس الوطني، الوحدات تاع الاستعلامات، كل الوحدات المختصه، وحدات المخابرات، وحدات الاستعلاماتيه، لان
لأن كل شاركت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه العملية، لأنه أخواتي راهو يسألوا تعرفوا أنه المجهود الأمني راهو مش مجهود نتاع الساعة هذه.